طيب بس جمال، اتكلمنا عن النقاط الايجابيه برضو حضرتك معانا. الناس برضو يعني قبل ما اتكلم مع الكابتن حسام حسن، الناس زعلت من اتحاد الكوره وقت البطوله الافريقيه، وبعض الناس طالب بان هو برحيله، والناس كانت برضو زعلانه من اتحاد الكوره ان هو ما بيتكلمش ما بيصدرش بيانات. كان في بعض الامور اتقال ان هو يعني في المنتخب مثلا في بعض الامور مش واضحه، في المعسكر برضو امور مش واضحه، وكان اتحاد الكوره يعني فضل الصمت الفتره اللي فاتت. انا بعد ما انتهت الامور، احنا يعني لا اتحدث عن ماذا حدث لكن عشان نستفاد من الايجابيات، اتحاد الكوره يعني حضرتك اكيد زي كل المصريين غاضب، لكن هل اتحاد الكوره زي ما قال بعض تحمل جزء كبير من مسؤوليه اخفاق المنتخب الوطني في البطوله الافريقيه؟ بص، احنا لازم برضو يعني ننظر المنظور مختلف تاني خالص. يعني احنا دايما في كرة القدم لو حصل اخفاق للمنتخب يبقى بندور يا اما الجهاز الفني يا اما اتحاد الكورة، لكن ما بندورش على السلبيات اللي حصلت في فترة. مثلا ممكن تكون سلبيات حصلت معينة، اتحاد الكورة وفر كل حاجة بالامكانات، خاصة بالبطولة، خاصة بالمدير الفني، خاصة بكل حاجة، لكن في الاخر بيبقى في تقييم للفترة اللي حصلت، ايه حصل فيها، واحد اتنين تلاتة اربعة، بيبتدي نشوف الواحد اتنين تلاتة اربعة دول ايه اللي ممكن يتغير، ايه اللي ممكن يتعدل. احنا دلوقتي داخلين في مرحلة جديدة، معانا مدير فني وطني ومصري. يعني قبل الكابتن حسام حسن انتوا وضعتوا ايديكم على 1 2 3 4 النقط دي عشان طبعا اعادة طبعا الاستفادة منها. طبعا اكيد في طبعا في حاجات كثيرة اتشافت وتتعالج في الفترة القصيرة. ويمكن انا كان زي ما انا بقول الكابتن حسام حسن، انا قعدت معاه مرة واثنين ثلاثة، في حاجات مطلوب منها تعديلها، في حاجات تقصير في حاجة معينة احنا مستعدين ان احنا نكملها. لكن انا بقول لك احنا حتى الكابتن حسام حسن متوفر ان شاء الله هيتوفر بيه كل الدعم الفترة اللي جاية. هو كمان من حقه ان هو يشوف اللاعبين، وعنده توقف في 22 من 18 3 لغايه 26 3 فتره فيفا ديت، كانت معموله في دوره في بطوله انها تتعمل في الامارات، دوره رباعيه بين اربع منتخبات، كرواتيا ونيوزيلندا ومصر وتونس. عرضنا عليه الموضوع ده برضه، هو قال ان انا هروح اشوف اللعيبه بتاعتي على الاقل في البطوله دي، ويبقى فتره اعداد ليها كويس جدا. حقيقة يعني أنا اتبسطت إن بجرأة كابتن حسام إن هو لسه ماسك منتخب ويروح بطولة، وبطولة مش سهلة، بطولة قوية جدا. لكن هو قال أنا لا تهمني النتيجة ولا بفكر في النتيجة، بس يعني اللي على اتقال قدر ان هو ما ممكن الكابتن حسام كان اتقال انه يعتذر او حاجه، الكلام ده كله غير صحيح، والكابتن حسام قال احنا طلبنا ان احنا ممكن نعتذر عني على البطولة، مش مشكلة يعني. لكن هو بصراحة قال لا، انا عايز اروح، عايز اشوف اللعيبة بتاعتي على الاقل، ان انا ابقى هي متواجد دي نقطة معاهم. مهمة يا أستاذ جمال، يعني أنتوا اتحاد الكرة قلت له هو حابب ده قرارك، لكن هو كان متمسك بأن هو يخوض البطولة. الكابتن حسام، انا بقول لك انا عجبتني الجرأة بتاعته وعجبتني القوة بتاعته، ان هو داخل يعني عايز يستفيد من الدورة. تمام، لكن في نفس الوقت احنا اتحاد الكرة داعمين ليه في اي قرار ياخده، حتى الجهاز الفني بتاعه هو طبعا ده له الصلاحية كلها يختار الجهاز بالكامل بمعرفة الكابتن حسام، لان هو المسؤول عن الجهاز الفني. طب استاذ جمال برضو، يعني انا عارف ان الكلام ده غير صحيح واتناقشت معاك قبل كده، قيل انه حضرتك لم تكن من الناس الموافقه على تولي الكابتن حسام، وانه كان في مفاوضات مع مدربين اجانب وانت كنت الميال لمدربين اجانب، وانا عارف انه الكلام ده غير صحيح، لكن انا برضو حابب انت توضحه للمشاهدين. بص يا كابتن باشا، انا بالنسبه لاختيارات المديرين الفنيين ده في قرار بيبقى قرار مجلس اداره. النهارده لما كان الكلام اللي طلع في قرار وبيان مجلس الإدارة إن هو حكم أجنبي، وقيل فعلا وفي ناس اتدخلت إن هي هتقدر تتصرف مع المدير الفني الأجنبي، ويمكن اتعرضت كذا اسمه منهم هيربي رينارد، لما جاء اتفاوضوا معاه اتكلموا معايا أنا، بيقولوا لي إن هو ممكن إن هو يجي مصر، بس هو مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي، ممكن يجي لنا في شهر 7 او بعد البطوله بتاعه الاولمبياد، عشان هو مرتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي، لكن الطقم اللي معاه ممكن يخش مع طقم مصري ويتعامل معاه هنا. طبعا انا الكلمه دي رفضت فيها، لان لو انت بتتعاقد مع مدير فني اجنبي زي ما انت
عايز تتعاقد، يبقى في ساعتها يبقى المدير الفني متواجد في نفس اليوم عشان يباشر اه يعني مصالحه. ما للتأكيد انه ينفعش رينارد وافق يجي، بس قال بعد انتهاء عقدي مع ما ينفعش المنتخب يجيني بعد فتره او مع يجيني الاتحاد الفرنسي، وان هو قال اقترح انه الفتره دي يجي يتولى المسؤوليه الجهاز المعاون ليه، لكن حضرتك رفضت وقلت لا يجي يتولى المسؤوليه فورا، لا مفيش تفاوض معاك. طبعا لازم يجي يتولى. وطبعا اسم الكابتن حسام يعني طرحه مش النهارده ولا امبارح، ده طرح الكابتن حسام انه كان موجود، ويمكن تاخر كتير جدا الكابتن حسام يكون في المنتخب. لما طرح مجلس الاداره كله، المجلس الاداره وافق، وكل الكلام اللي انت سمعته ده بالعكس، ده قاله جمال علام ما راحش اساسا ولا حضر المناقشه، بعد كده قال لك لا جمال علام حضر المناقشه سابهم ومشي. كل الكلام ده طبعا ما حصلش، يعني كلام لا اساس ليه من الصحه. كابتن حسام ده بيته اساسا، قبل ما يكون مدير فني هو كان لاعب كره قدم، وفي نفس الوقت عميد لاعب كره القدم. يعني ما تقدرش تقول النهارده كابتن حسام حسن لا فلان عايزه وفلان مش عايز، لا كل المجلس كانوا عايزين كابتن حسام. بس مش كله يا كابتن، لانه في ناس حتى لسه الان ما قالتش الكابتن حسام، يعني ما نبقاش برضو لا لا عشان الدنيا، يعني شيء طبيعي الاختلاف على اي حد وارد، يعني بالعكس في بالعكس حد الان الكابتن حازم والكابتن بركات حتى الان ما ظهروش حتى في بالعكس صوره، كابتن حسام فكره انه عنده برد او حاجه زي كده برضو ناس مش مقتنعه، يعني الكابتن لا حسام لا لا طب ارفع السماعه وكلم الكابتن حازم دلوقتي وشوفه، هتلاقيه فعلا الكابتن حازم تعبان، واتصل بالكابتن حسام واتكلم مع الكابتن حسام واتكلم مع الكابتن ابراهيم. نفس الموضوع بالنسبه للكابتن بركات، اتصل بالكابتن حسام والكابتن ابراهيم كابتن والكابتن. بركات كان عنده برد برضه؟ لا كابتن بركات ما كانش موجود في ساعه توقيع العقد، لان ده انا ما بتدعيش كل مجلس اداره ان تمام. يبقى موجود في توقيع العقد، لكن بيبقى المتواجد بيبقى حاضر، لكن مش عن عمد ان فلان جه ولا فلان ما جاش. بس ده انا بقول كابتن لك حسام وهو مرحلة جديدة يا كابتن برضه، لما تواجدش في يا استاذ المرحلة جمال، تواجد فين؟ ان انت شاء عارف الله حضرتك ان انا عبد الجليل معاك يا كابتن، كابتن انت عارف ان انا بحترمك وبقدرك من زمان، بس يعني الجمهور المصري يا استاذ جمال تعب، انا بتمنى ان انتوا تطلعوا، يعني انت لما طلعت وضحت دلوقتي الكلام والغلط اللي كان بيتقال، دلوقتي انت وضحت حاجات، بس انا مش مقتنع بحته حازم وبركات ان ده عيان وده مشوار، حتى طب. الكومي قبل كده صرح وقال لك اصل احنا جت فجأة. يا كابتن جمال بقى معقول توقيع منتخب مصر مع مدير فني؟ ومين بقى المدير الفني؟ حسام حسن. الناس اللي مش عارفه ان حسام حسن يا كابتن، انت حضرتك بتقول دلوقتي عميد اللعيبه وي وي وي، ما ينفعش يا كابتن، لازم الاتنين بتوع الكوره اللي في الاتحاد لازم على الاقل واحد فيهم موجود، ما فيش حاجه اسمها اصل ده وراه مشوار، اصل ده عيان. كويس ان اتكلموا مع كابتن حسام، بس الناس كلها متضايقه ازاي بتوع الكوره ما يحضروش، لان احنا شفنا قبل كده مع ايهاب جلال ما كانوش راضيين وشالوا ايديهم، لما جه فيتوريا جروا يتصوروا وعملوا. حضرتك كنت واضح وصريح وحضرت كل المديرين الفنيين اللي جم وكنت بتواجه، انا ما شفتش حازم طلع يتكلم، بركات طلع يتكلم، في لغط كتير، فاتمنى ان يوضحوا. ما ينفعش يا كابتن، المسؤوليه كبيره، ما ينفعش الحاجات اللي بتحصل دي، لو انا جبت المدرب هاجي معاه، ما جبتوش يبقى انا مش عايزه، ما ينفعش. ما يعني اسمح لي، انا قلت بس كلمه واحده بس، قلت انا ممكن ترفع السماعه دلوقتي. انا طلبت الكابتن حسام الكابتن حازم النهارده ما ردش لاني فعلا تعبان، انا بقول لك تعبان، يعني ارفع السماعه وكلمه ألف سلامة عليك، يعني مش هنشوفه بكرة ولا الكابتن بركات في المؤتمر من ساعة الصحفي؟ ما كان لا 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 هتشوف كابتن بركات، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم كابتن حازم ويشفيه. فعلا بكلمك يا رب انا ان شاء في الله. حاله، مش ه... يعني مش هتكلم في حاجه كلمه نتمنى، لا ده احنا والله يا كابتن الكلام ده احنا بس، يعني خلي بال حضرتك احنا والله لحظة يا استاذ جمال، خلي بالك احنا بنطرح تساؤلات ان حضرتك فرصه معانا وحضرتك ظهورك قليل عشان الناس تبقى الصوره واضحه للناس مش اكتر، يعني ان انتوا لا 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 حضرتك انا في حاله لغط، فانت النهارده بتوضحها، يعني حضرتك ما شاء الله بتوضح الامور ببساطه وسلاسه، فالناس عاوزه تعرف ايه اللي بيحصل، وحضرتك يعني ايه، يعني الناس بتقتنع بالكلام اللي حضرتك بتقوله. انا بقول لحضرتك بكره الكابتن بركات موجود، وكابتن حازم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بقول لك يعني ما نتمنلوش طبعا ان هو يستمر في العين، عايزينه يخف، من ساعه ما جه من امم افريقيا طبعا الدور كبر معاه مش دور عادي، تمام. ويعني حتى هو كان مسافر بره، ما سافرش
موجود في القاهره، يعني هو حتى ساعتها لما كلمني قال لي انا نزلت همشي على طول عشان خاطر معايا ارتباطات، ما حصلش، ما سافرش، موجود في القاهره لاني فعلا مش قادر يطلع وانا كلمته امبارح كان صعب جدا ان انا اكلمه.